وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أبنائي الطلاب، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في درس جديد من دروس اللغة العربية، وأهلا وسهلا بكم في القناة التعليمية لمدرستكم مدرسة التميز النموذجية. غراس التميز: القيمة، الإيثار. الشعار: الإيثار أعلى الإيمان. الدعاء، وهو الدعاء قبل الأكل، أن نقول بسم الله. حياكم الله أعزائي طلاب الصف الخامس، درسنا اليوم بعنوان التعبير الكتابي. القراءة: أقرأ النص الآتي قراءة صحيحة مراعيا مهارات القراءة الجهرية التالية. دائما أحرص أبنائي الطلاب على أن أذكركم بمهارات القراءة الجهرية لكي نراعيها أثناء القراءة والتلاوة. النطق السليم، الصوت الواضح، الضبط الصحيح، الطلاقة، السرعة المناسبة، الوصل والوقف، القراءة المتصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. التعبير الكتابي: المعيار 3-3، والمهارة المستهدفة كتابة نص مترابط لأغراض مختلفة. أولاً تمهيد: أكتب في المربع الأحمر أداة ربط وفي المربع الأزرق علامة ترقيم بحسب ما هو مناسب. انظروا أعزائي الطلاب إلى العبارة أمامكم، نريد أن نملأ المربع الأحمر بأداة ربط والمربع الأزرق بعلامة ترقيم مناسبة. وتعرفون أعزائي الطلاب أن أدوات الربط وتدربنا عليها في الفصل الدراسي الأول وهي الواو والفاء وثم وأو، وعلامات الترقيم الفاصلة والنقطة، علامة الاستفهام، علامة التعجب، الفاصلة المنقوطة، علامتي التنصيص، كلها درسناها وتدربنا عليها في الفصل الدراسي الأول. الآن نبدأ بملء المربعات. الشمس في المربع الأول نضع أداة ربط مناسبة وهي الواو، والقمر في المربع الثاني أيضا نضع أداة ربط مناسبة ونقول والرياح. إذن الشمس والقمر والرياح من مخلوقات الله تعالى التي سخرها الله تعالى لمنفعة الإنسان. إذن استخدمنا أدوات الربط المناسبة وهي حرف الواو. نكمل الآن المربع الأزرق بعلامة الترقيم المناسبة التي سخرها الله تعالى لمنفعة الإنسان.
في المربع الأول نضع علامة الترقيم المناسبة وهي النقطة، لأن الجملة تامة المعنى انتهت. فما أعظم خلق الله. أسلوب تعجب، ما هي العلامة؟ علامة الترقيم المناسبة لأسلوب التعجب أبنائي الطلاب هي علامة التعجب. إذن ملأنا المربعات باللون الأحمر بأداة ربط مناسبة وهي حرف الواو، ومربعات اللون الأزرق بعلامة الترقيم المناسبة. ثانيا التدريب. الشمس إحدى مخلوقات الله تعالى ونعمة من نعمه علينا. أكتب ثمان جمل مترابطة عن الشمس موضحا فوائدها للإنسان والحيوان والنبات، وأبين واجبي تجاه الله تعالى واهي بهذه النعمة العظيمة، مراعيا استخدام علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة بعد إكمال المخطط الآتي. هو المخطط أبناء الطلاب. أعزائي، أذكركم سابقا في حصص التعبير التي درسناها سوية قلنا الخطوة الأولى قبل البدء بالكتابة هي التخطيط للكتابة، وقلنا التخطيط يكون إما عن طريق خرائط ذهنية أو عن طريق مخططات سهمية كما هو المخطط ظاهر أمامكم. الآن نملأ هذا المخطط لنستفيد من جمل وأفكار هذا المخطط في كتابة نص التعبير. الموضوع الذي يدور حوله النص الشمس وفوائدها. في البداية حددنا عنوان الموضوع، جملة مناسبة لبداية النص وسميناها المقدمة. نقول الشمس نعمة من نعم الله. الفكرة التي سيتضمنها النص، ونقسم هذه الفكر إلى فكرتين رئيسيتين. الفكرة الأولى فوائد الشمس للكائنات الحية، والفكرة الثانية واجبي تجاه الله تعالى. نكتب مجموعة من الجمل عن كل فكرة توضح هذه الفكرة الرئيسية وتشرحها وتتحدث عن مضمونها. إذن جمل تعبر عن الفكرة الأولى وهي فوائد الشمس للكائنات الحية، نقول تساعد على نمو النباتات، تفيد جسم الإنسان، تقي من الأمراض. أيضا نكتب مجموعة من الجمل تعبر وتشرح الفكرة الثانية وهي واجبي تجاه الله تعالى الذي أنعم علينا بهذه النعمة وهي الشمس. نكتب عنها جمل فنقول شكر الله تعالى على هذه النعمة، التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الاستغفار الدائم. وهذا هو العنصر الثاني والأساسي بعد المقدمة. المقدمة هي العنصر الأول، العنصر الثاني الآن صلب الموضوع أو العرض، لكي نصل ختاما إلى العنصر الثالث والأخير وهو الخاتمة، جملة مناسبة أختم بها النص. نقترح جملة نختم بها موضوعنا فنقول سبحان الخالق ما أعظمه. الآن اكتمل المخطط أبناء الطلاب أمامكم، نستفيد من هذا المخطط في كتابة نص التعبير. الآن الممارسة، أكتب نصي كتابة صحيحة. هذا هو النص بعد أن استفدنا من الجمل والأفكار التي كتبناها في المخطط. الشمس وفوائدها. الشمس نعمة من نعم الله تعالى ومخلوق سخره الله لخدمة البشر، فلها فوائد كثيرة، فهي تساعد على نمو النباتات وتفيد جسم الإنسان فتقيه من الأمراض. لذلك يجب علينا شكر الله تعالى والتأمل في مخلوقات الله والاستغفار الدائم، فهذا يزيد من إيماننا بقدرة الله وعظمته وتجعلنا نردد دائما سبحان الخالق ما أعظمه. كما رأيتم أعزائي الطلاب، راعينا في كتابتنا لنص التعبير استخدام أدوات الربط
كما هي ظاهرة أمامكم، الواو والفاء ها هنا، بالإضافة إلى استخدام علامات الترقيم المناسبة، الفاصلة، النقطتان الرئيسيتان، الفاصلة المنقوطة، علامتي التنصيص، علامة التعجب، والنقطة في ختام ونهاية الموضوع. إلى هنا أبنائي الطلاب وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم، أتمنى لكم دوام التوفيق والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.